1 2 3 لب معلش اسمعك لبس. انا داود. انا هبه. من زمان ما عملنا لطفع الفيديو، فحبيت اليوم بدنا نعمل لطفع الفيديو مع هبه كمان. دور ما ينصر. اوكي، سلمنا عليكم. يعني كلمه لبس، تعرف كلمه لبس زي كلمه مرحبا كيفكم زي هيك يعني، صح؟ فليش شو السبب ليش سلمنا؟ عشان اليوم بدنا نحضر الفيديو عن الجزائر. جزائر، صح؟ جزائر. بالنسبة لنا يعني ما عندنا فكرة، ما عندنا معلومات عن الجزائر ولا إيش، عن حتى عن شو المغرب يعني مش كتير يعني بنعرف، فحبينا نتعلم ونشوف عن المغرب وكمان الجزائر. اوكي، خلينا نشوف. ليش؟ ميدان حلم، حلم الجزائر. الجزائر بلش. ممكن مهرجان الوطن نبين. ممكن الرئيس. شو هيك الرئيس؟ هو نفس المكان. نفس المكان. عاصمة الجزائر ممكن، صح؟ ممكن، بس ما عندنا فكرة يعني ما شفنا من قبل. حلو بوستر. حلو. هو جامعة. جامعة. جوة الجامعة، صح؟ لا ما بعرف. ميوزيوم. ممكن متحف. متحف ممكن. ممكن. حلو. بناية فن. أوه. فن، صح؟ بناء يعني علم. في أخضر كثير، علم أخضر، في أشجار كمان يعني. كل مدينة مبينة كله يعني البنايات الأبيض، لون بنايات كله أبيض. ممكن الناس بيحبوا اللون الأبيض. يعني لون قطعة. طيب اوروبا، صح؟ اوروبا. عشان دولة الجزائر مستقلة عن فرنسا. عشان هيك يعني كل البنايات زي اوروبا والشكل، صح؟ مو زي يعني الاردن وسوريا. الاردن وسوريا مبين زي دولة عربية، بس هون بنايات كله مبين زي بيشبع اوروبا يعني بناية. أوروبا، جبال وأشجار، حديقة. لون كتير حلو. يعني أبيض. أبيض وأخضر. حديقة. أوه. حديقة. حديقة كبيرة. بحر، عند البحر. أنا بحب البحر. كثير. عشان أنا يعني بلدي عند البحر، فهيك أنا بحب. حتى الصوت شو اسمه؟ حمامي. حمامي. لا مش حمامي. مش حمامي. أوكي، بس عصفور العيش بالبحر. أوكي، برج ممكن هاي مشهور. مبين مشهور. كثير كبير. خلاص؟ حلو كتير، بس فيديو كتير قصير. فحبيت يعني اشوف اكثر. ممكن شفناه بس يعني عاصمة الجزائر. بس شفناه هي، بس كتير حلو. ما كنت يعني كنت اتوقع زي اردن زي سوريا وهيك، فلكن كل بنايات ابيض وعند البحر وبنايات كله يعني بيشبه زي اوروبا، بنايات الاوروبا مثل ما حكيت لكم يعني، حكيت لها يعني مستقله يعني عن فرنسا مش لي. عشان هيك
كمان هم بيحكوا يعني عشان هيك بيحكوا عربي وكمان فرنسي. فرنسي عشان هيك هم مستقلة من عن فرنسا. كتير حلو فحبينا أعرف أكثر عن الجزائر. أنا شفت قبل مرة يعني عن الجزائر فيديو عن الطبيعة يعني عندهم بحر وجبال وإيش كمان حتى صحراء عندهم يعني عشان بلد كبير جزائر يعني بلد كبير يعني كيف أكبر دولة في العالم يعني مساحة كبير يعني أوكي شوف شكراً كتير اليوم معنا وبشوفكم مرة الجاي عن الفيديو حلوة حلوة مع السلامة باي باي